صباح الخير مشاهدينا، يوم جديد وحلقة جديدة وصباح الصحة والجمال. مشاهدينا النهاردة يوم الخميس 18 فبراير 2021 وستة من رجب 1442. طبعا احنا دلوقتي داخلين في أجواء الامتحانات، وكل بيت بيبقى عنده طفل أو طفلين أو مراهق في سن الامتحانات، وفي جو الامتحانات ده بيبقى شيء صعب جدا علينا. طبعا أهم حاجة التركيز. طبعا في الفترة الأخيرة وجائحة كورونا والمشاكل اللي عدت علينا كلنا دي، فكل البيوت عندها توتر وقلق بخصوص الامتحانات، لان في بياخدوا اونلاين ومش منتظمين قوي، وفي اوقات نروح المدارس واوقات ما نروحش المدارس، فالموضوع كله جاي علينا بتوتر وقلق، وخلاص كلنا دخلنا في جو الامتحانات. اهم حاجه عندنا ان احنا ناخد بالنا كويس جدا في الفتره دي في التغذيه السليمه، وكمان ازاي نتغلب على التوتر والقلق، وطبعا الخوف اول حاجه، لان الخوف هو اللي بيؤدي الى التوتر. هيكون معانا مشاهدينا النهارده ثلاث فقرات، وأول فقرة هتكون معانا الدكتورة ريهام عبد الرحمن، كاتبة وباحثة الإرشاد النفسي والأسري والتطوير الذاتي. هتعرفنا إزاي نقدر نتغلب على الخوف وتوتر الامتحانات في الفترة دي. أهلا بحضرتك يا دكتورة معانا على الهاتف. أهلا بحضرتك. صباح الخير. صباح النور والسعادة. أهلا أهلا بحضرتك دكتورة ريهام. طبعا دكتورة ريهام، دلوقتي كل بيت بيعيش في جو الامتحانات والخوف والقلق والتوتر، طبعا بسبب كمان جائحة كورونا. في البداية دكتورة ريهام، هل دي ظاهرة عالمية ولا في مصر بس أول ما بيخش الامتحانات ونعرف إن في امتحانات بقى واتزنقنا بتلاقي التوتر والقلق ده؟ الحقيقة هي ظاهرة عالمية، يعني مش بس على مستوى مصر بس، لكن هي ظاهرة دي طبيعية، يعني بنقول عليها من الناحية النفسية القلق الغير مبرر، الإحساس الإنسان هو قلقان أو دخل على الامتحان، وخاصة في ظل فترة كورونا التخبط الكتير في القرارات، وتبصي كل يوم والتاني في قرار، فبالتالي طبعا ده كله حفاظا على صحة الطلاب، فكل ده بيعمل زي قلق نفسي للطالب. واحيانا القلق ده بيبقى ممكن من ضغوط داخليه الطالب مسببها لنفسه اصلا، زي مثلا عدم الاستعداد للامتحانات، ان هو مش مستعد للامتحانات، قلق زايد بسبب التفكير السلبي، انه دايما بيفكر في نفسه بطريقه سلبيه، انا مش هقدر، مش هحل، انا ناسي المعلومات. كمان قلق بسبب ضغوط داخل البيت بيعملوها الاباء احيانا، انهم يفرقوا ما بين اولادهم، او مثلا عايزين منه مجموع كبير وهم مش متعرفين على قدرات ابنهم الذهنيه او مش مستوعبينها كويس. اضافه لده كمان القلق اللي هو احيانا بيبقى من عدم التركيز في المعلومه، إن هو مش مركز في المعلومات، فبالتالي لما بيجي يقبل على مرحلة الامتحان شاكك في نفسه، حاسس إن هو هينسى بسرعة، مش هيقدر إن هو يواجه القلق ده. فأنا بقول لكل الطلاب إن في، يعني كل أي حد يدخل امتحان طبيعي يقلق، طبيعي، بس في فرق. بس في فرق، وكمان زي ما حضرتك قلتي دكتوره ريهام، ان البيت والاسره عامل اساسي في ان هو يخلي الطفل واثق من نفسه وما عندهوش خوف ولا توتر، خصوصا الامتحان ده يعني على مرات السنوات، يعني هنفضل طول عمرنا نمتحن، يعني مش فتره بس وخلاص. طيب دكتوره ريهام، ازاي اقدر اتغلب على الخوف والتوتر والقلق خلال فتره الامتحانات؟ أول حاجة إن أنا أتوكل على ربنا سبحانه وتعالى، أثق في الله ثم في قدراتي، أبدأ إن أنا أراجع باستمرار، أأكد على المعلومات، وأول حاجة طبعاً وأنا وبذاكر أكون فاهم للمعلومة، وأهم حاجة إن أنا وأنا وبنظم جدول المذاكرة أكون متعرف على وقت تركيزي بيبقى في أنهي وقت، يعني زي ما بنقول كده التعرف على نشاط ذروتي خلال اليوم، ده بيساعدني ان انا اذاكر في الوقت اللي انا اكتر وقت بكون تركيزي عالي فيه، مركزه فيه. طب ده بيختلف من شخص لاخر، ولا في فعلا وقت يا دكتوره ريهام الطالب ممكن يركز فيه كويس قوي؟ في اوقات ثابته، يعني مثلا زي فتره ما بعد الفجر لحد 12 الظهر بيبقى دي جميله، دي كلنا كنا بنذاكر في الفتره دي وبننجح الحمد لله، دي فعلا احلى صحيح. فتره.
صحيح. وفي الوقت التاني اللي هو قبل بالليل بقى، قبل النوم مباشرة، لأن في بحث علمي ودراسات أكدت إن الذاكرة بتشتغل أثناء النوم، فبترسخ عملية القراءة اللي أنا قرأتها أو المذاكرة اللي أنا ذاكرتها بتتأكد عندي. وإضافة لده كمان بقول لكل طالب ما تخافش من الامتحان، يعني أنا علشان أذاكر مذاكرة صح لازم أول حاجة أثق في قدراتي، يبقى تفكيري تفكير إيجابي، دايما مع نفسي أردد الكلمات الإيجابية. إضافة لده إن أنا وأنا وبذاكر أستخدم كذا حاسة، وأنا وبذاكر حاسة القراءة، عيني بتقرأ، بصوت إيدي عالي، بتكتب بصوت عالي، صح، كل ده ده بيرسخ المعلومة أو والتركيز بيخلي الطالب يتهيأ للامتحان. طبعا. إضافة طبعا للبروفات العقلية والمراجعات المستمرة يعني. طبعا يا دكتورة ريهام، وهي في الأول وفي الآخر ثقافة امتحانات، ولازم كل بيت وأسرة يكون ليه دور ويكون ليه اهتمامه، لأن دلوقتي طبعا سن المراهقة ده متعب جدا جدا كمان في فترة الامتحانات. بشكرك جدا دكتورة ريهام عبد الرحمن، كاتبة وباحثة الإرشاد النفسي والأسري والتطوير الذاتي، على المعلومات القيمة والجميلة. طبعا مشاهدينا، الامتحانات أحلى حاجة إن يكون عندك هدوء نفسي، مفيش توتر وقلق، لأن الخوف والتوتر والقلق بيؤدي فعلا إلى نتيجة غلط في الآخر وعدم التركيز. طيب الفقرة التانية مشاهدينا، طبعا التغذية شيء مهم جدا في فترة الامتحانات، فطبعا نتغذى على إيه؟ إيه هي الأكلات اللي ممكن ناكلها في الفترة دي، وإيه الأكلات برضو اللي نبتعد عنها تماما في فترة الامتحانات؟ تعالوا نعرف مع الدكتورة على الهاتف أمينة فوزي، خبيرة أمنية خبيرة فوزي خبيرة التغذية، هتعرفنا النهاردة يعني إيه تغذية سليمة، وهنعرف مع بعض كمان فوائد الفراولة، لأن الفراولة شيء مهم جدا جدا في حياتنا، ولازم كل طالب في الفترة دي إن هو يتعود ياكل فاكهة. ففاكهة الفراولة طبعا بتدينا فوائد كتيرة، من ضمنها في فصل الشتاء بتمنع الاكتئاب في فصل الشتاء، وكمان بتنشط خلايا المخ والذاكرة في الفترة دي، فليها فوائد عديدة وكتيرة. وهنعرف مع بعض مع خبيرة التغذية أمنية فوزي إيه هي التغذية المناسبة بقى كمان لكبار السن، بيبقى شيء مهم جدا في الشتاء نقدر نتغذى ازاي، ونعلم كمان اولادنا ان هم في الفتره دي ازاي يتغذوا تغذيه سليمه، لان طبعا فتره الامتحانات التغذيه شيء اساسي، وفتره الامتحانات والدراسه والتركيز برضو شيء مهم. ففي اكلات معينه ان احنا هنتبعها واكلات تانية لا، زي مثلا الكافيين. الكافيين سن المراهقه طبعا دلوقتي كبروا وبيتعودوا دايما ان هم يشربوا حاجات منبهات كتيرة قوي في الفترة دي، فدي أول حاجة يمتنعوا عنها الطلاب واللي بيبدأوا يخشوا في الامتحانات، لأن ده بيبقى شيء صعب جدا عليهم وبيخليهمش كمان يركزوا. طيب دكتورة أمنية معانا لسه؟ طيب ماشي، هنكون مع بعض دلوقتي مع الدكتورة أمنية. هنقلل التوتر إزاي طبعا في فترة الامتحانات بالتغذية السليمة. التغذية شيء مهم جدا، وابنك هو رسالتك في الحياة، أول ما تعلمه يعني إيه ثقافة الغذاء ده شيء مهم جدا، زي بالضبط ثقافة الامتحانات. فترة الامتحانات ودلوقتي في ثقافة الغذاء، إن أنت إزاي تتعود على الغذاء السليم والمظبوط. طيب دكتورة أمنية، في رخبطة في الاتصالات، احنا هنعود الاتصال تاني، بس آخر فقرة مشاهدينا النهاردة معانا، وهي فقرة متميزة وجميلة جدا ودايما تطلبوها مننا، وهي فترة المطبخ، وهيكون معانا الشيف السوري طارق مرعي، هيعمل لنا أكلات خفيفة وجميلة وكمان سهلة قوي لست البيت إن هي تعملها في فترة الامتحانات للأولاد. هنعمل فتة سورية، دي الفطار، وهنعمل كمان فطائر بالجبنة. تعالوا مشاهدينا نروح لفاصل ونرجع نستقبل الشيف طارق معانا. يا صباح الصحة والخير والجبال، يا صباح الصحة والخير والجمال. ورجعنا لكم مشاهدينا وصباح الصحة والجمال، والنهاردة معانا فقرة جميلة جدا كلنا بنستناها، وهي فقرة المطبخ. طبعا في جو البرد والشتاء ده ست البيت لازم تعمل أكلات خفيفة وجميلة للأولاد،
تعالوا النهارده معانا الشيف طارق ملاقي، الشيف السوري، هيقدم لنا اكلات جميله وفطار سوري جميل. اهلا بحضرتك يا شيف طارق. اهلا استاذه شيرين، شرفتنا ونورتنا. والله يخليك يا رب، تسلم. وحاجاتك دايما متميزه وجميله. تسلم يا رب، من ذوقك. شكرا. ميرسي، ربنا يخليك يا شيف طارق. هتعمل لنا ايه النهارده بقى؟ اليوم هنعمل ان شاء الله فته تسقيه بالسمنه، معروفه عند السوريين. هاي الصبح كل يوم جمعة لازم ياكلوها الصبح، يعني لازم ياكلوها. دي أكلة شامية. اي على الفطور. على الفطور. فتت حمص بالسمنة، تسقية اسمها. تسقية. إن شاء الله. اي عندي هلا هون حمص. حمص حب مثل ما أنا شايفين. حلو قوي. مسلوق. وعندي البدوة، هي بنقلها نحن البدوة. فيها طيب. زبادي وطحينة وتوم وليمون. طب الأول نقول المقادير لمشاهدينا، اللي هي الفتة السورية. إيه؟ اللي بنفطر بيها الصبح. طيب جميلة هي جدا. حوالي نص كيلو حمص معي أنا هلا. طيب. مسلوق جاهز. عندي حوالي 200 جرام لبن زبادي، حوالي 50 جرام طحينة، فصين توم مدقوقين، عصرة ليمونة وملح. هاي البدوة تبعها هي تنحط على الوش، وبعدين بحط السمنه انا على وش الفته. حلو قوي شيف طارق، مقادير سهله وجميله وموجوده في اي جداً بيت. حلوه قوي قوي. طيب دي الفته. انا عندي العيش الشامي مثل ما انتم شايفين، انا مقطعه وحاطه بالهي. رح اخذ المرقه، المي تبع الحمص مثل ما انتم شايفين. هيك هلا انا العيش بيشرب المرقه بتاعت المرقه تبعه. الحمص الشام. بحط كمان معلقه طحينه من اللي حكيت عنها، مشان بقلبها بتعطيها طعمه طيبه. يعني دي طحينه ولا زبادي؟ طحينه وزبادي. طحينه على زبادي. ليمون وثوم. ليمون وثوم وملح. ده سر الخلطه دي يا شيف طارق. يعني انا فاكره بنحط الزبادي كده على طول. ايه بعدين انا هلا بجيب الحمص على الوش مثل ما انتم شايفين. يعني اكله فيها عناصر كتيره جدا غذائيه. اولا فيها بروتين، وفيها حمص الشام ده بروتين نباتي وشغله ظريفه ان شاء الله بالهنا والعافيه، وسهله بنفس الوقت. يعني كل جمعه بقى شيف طارق بتعملوها؟ كل جمعه لازم عندنا نحن بسوريا ياكلوها. يعني جميله قوي. الفته مع الفول مع الفلافل. ايه هيك يعني. هلا انا بدي احط الطحينه اللي قلت لكم عليها. هاي حلوة قوي. على الوش الطحينة دي اللي عبارة عن زبادي وطحينة وليمون وثوم وملح. ايه بس هلا هيك تعتبر انا عندي جاهزة. بحمي السمنة تبعي، طبعا ست البيت حرة بتحط سمنة بلدي، بتحط سمنة نباتي. بلدي يعني المتوفر وموجود. ايه هي حرة ست البيت. حلوة يعني قوي. شغلة سهلة، يعني أكلة سهلة جدا. سهلة وجميلة ومغذية جدا، وكمان تدفي في الجو البرد. انا بحط لها شوية مكسرات كمان تعطيها زخم علشان الاولاد والامتحانات. والناتس او المكسرات بتقوي الذاكرة. شوية بابريكا بس هيك للزينة. شوية بقدونس مفروم مشان اقبل اكل. قدامها شوية مخلل. يا سلام. تزيين الطبق مهم قوي. انا بحط السمنة عليها. الله. بتش كده. هلا جاهزة. جميلة. والله دي سهلة قوي. بالهنا والعافية. سهلة قوي يا شيف طارق. حلوة قوي. جدا سهلة يعني وجميلة. ايه ما بتاكل وقت مع ست البيت ان شاء الله. لا حلوة قوي، مغذية وفيها كل العناصر. بالضبط. في فترة الامتحانات وقلة التركيز اللي احنا بالضبط بقينا فيها دي. بالضبط. فطبعا فيها حاجات كلها جميلة جدا جدا. بالضبط. وعناصر حلوة قوي. هاي الفتة جاهزة عندي انا. الله يسلمك يا رب. والحاجات فريش وريحتها جميلة يا شيف طارق. ان شاء الله بالهنا والعافية. دي الفتة السورية. هلا هاي الفتة السورية تسقية بسمنة. هي بتصير نوع ثاني بالزيت كمان. بنجيب زيت زيتون بنفقسه مع كربونة مع مية الحمص، فبيطلع لونه زي الحليب. ان شاء الله بحلقة جاية بنعمله. طبعا عشان مشاهدينا يشوفوا. ان شاء الله الطبق انا هاكله كده. على الصبح. جميل. بالهنا والعافية ان شاء الله. هلا هنعمل منقوشة الزعتر. منقوشة الزعتر لازم نجهز العجين. يا شيف طارق. لا جميلة وحلوة قوي الصراحة، وخفيفة وسريعة ومغذية. شكرا. سريعة ومغذية. سريعة يعني. حلوة قوي. بتتعمل على طول دي على طول وطعمها جميل يعني. طيب هلا هعمل انا اليوم فطاير الخطوة بجبنة. الثانية ايه؟ الفطاير بالجبنة. فطاير بجبنة ومنقوشة زعتر ومنقوشة محمرة بأشقوان. كمان هي عندنا صبح العالم بيفطروها يعني مع كاسة شاي.
حلو قوي قوي. طيب هيبيروا على شغله. كل دولة ليها ثقافتها في الأكل وفي الفطار. كمان يوم الجمعة الصبح بيبقى شيء جميل جدا وحلو قوي. فطبعا شيء حلو إن احنا نتعرف على ثقافة السوريين. طبعا إخواتنا وحبايبنا وأكلهم اللي دايما مغذي وجميل قوي. الحمد لله الحمد لله. أهم شيء إنه يكون في تنوع بالأطباق يعني. والتزيين. في أطفال تلاقيها تحب اللي أنت تقدم الطبق بشكل حلو عشان نفسه تتفتح. طبعا في الفترة الصعبة اللي احنا فيها. هي العين بتاكل قبل التمن. صح عندك حق يا شفتر. طيب احنا هنعمل فطائر بالجبنة. هنعمل مناقيش بزعتر ومناقيش محمرة بأشقوان وفطائر بالجبنة. طيب هبتدي انا نعرف المقادير الاول لمشاهدينا. العجينة اللي انا عاملها هي عبارة عن كيلو دقيق معهم رشة سكر رشة ملح مشان يكون سهلة لست البيت، معلقة صغيرة سكر، ربع معلقة ملح، معلقة صغيرة خميرة، وزيت زيتون نص كوباية، وبيضة، وبعد ما بعجنها بتركها حوالي نص ساعة لتختمر، بعدين بتطلعها وبشتغل فيها. أنا هيك هلا تاركها نص ساعة اختمرت صارت معي مثل الخس يعني. حلو قوي. بس في فرق عندنا هنا بقى، في خميره فوريه وفي خميره عاديه. طيب والطحين عندنا برضو في نوع دقيق بياخد ميه كتير. وفي هذا دقيق ابيض تاع معجنات. يعني انت لو رحت السوبر ماركت اي ست بيت تروح سوبر ماركت تاخذ الدقيق الابيض تاع المعجنات. يختلف يعني يختلف عشان كده عشان ما يشد وما ياخدش ميه كتير. في انواع كتيره جدا انا طيب فردت القطعه من العجينه. هلا بدي اعمل قطعه زعتر. الزعتر عندي هاي مثل ما انتم شايفين معه زيت زيتون انا خالطه. بس اهم حاجه بتحط زيت الزيتون في كل حاجه اساسي. قد ايه فعلا جميل جدا ومغذي. زيت زيتون مع زعتر خالطه معه. انا باخذ معلقه هيك عشان ست البيت تكون سهلة عليها. فردت الزعتر بهالشكل. خدنا شوية زعتر عشان ما يقولوا علينا بخلة. هلا أنا بعمل لها بقى قرنشة للعجينة. بعطيها شكل. والعجينة مقاديرها سهلة أوي يا شفتار. أي سيدة في البيت تعملها. هي كيلو دي رشة ملح، معلقة سكر، وزيت زيتون. سهلة وحلوة. هلا عملت انا الزعتر. هلا بدي اعمل المحمرة. وبنرجع بنعمل الجبنة. المحمرة حتكون معي هريسة فلفلة حلوة مطحونة مثل ما انا شايفين. بنشتريها هريسة كده؟ ايه هريسة موجودة بالسوق مطحونة. فلفل حلو يعني مطحون. هاي الهريسة. بنحط عليها نفس الزعتر وزيت الزيتون بالضبط على لا. انا بحط على المحمره هاي انا عامل لها تتبيله يعني بهارات من عندي. هي حلوه هاي وما فيها ملح. ياخذ بالي انه ما يكون فيها ملح. انا بضيف لها الملح لو عايز. انا بحط هلا الجبنه معي جبنه اشقوان. انواع الجبن ايه بقى يا شفتوا؟ هاي جبنه اشقوان. هاي اشقوان يعني. هي عامله زي الجبنه قريبه للرومي قريبه للشيدر. يعني هي اللي احنا بنستعملها بسوريا كتير. نوريها للكاميرا برضو. دي الحاجات اللي بتستخدمها على المناقيش هاي جبنة الاشقوان. نحن هنجي واحدة واحدة يعني طبعا. بس هاي جبنة الاشقوان حطيتها على محمرة. صار معي محمرة باشقوان. طبعا السوريين اللي شايفيني هلا الله يعزهم كلهم بيعرفوا. ربنا يحفظهم. اكلات جميلة طبعا. شعب عظيم وجميل. هلا هاي تقريبا محمرة بالأشقوان. طيب عندنا مشهورة جدا. هلا بدخلها على الفرن هنا. درجة حرارة قد ايه بقى يا شفتار؟ درجة حرارة بنتلخبط. 180 درجة على الرف النصاني. ما بتحطها انا مباشرة على الهي حتى تستوي من تحت ومن فوق. يعني نولع الفرن من تحت ودرجة حرارة 180. 180 وناخد ما في داعي نولعه من فوق لانه الحرارة بتطلع لفوق. تمام حلو قوي. شكل حلو. هنزلكم بس حطهم بالفرن. طيب تفضل يا شفتار. هتتاخر علينا. تفضل. طبعا اكلات روسيه جميله سوريه جميله جدا جدا. وبنحاول ان احنا دايما يا شيف طارق ان احنا نعمل اكلات متنوعه وجديده. وكمان في فتره الامتحانات وفتره التركيز دي لازم. وكمان جائحه كورونا والجو البرد في حاجات بتساعدنا على التركيز والدفى كمان. حلو قوي كمان نفتت
هي الفتة عنا أساسية السورية يوم الجمعة دي لازم يوم الجمعة لازم وحرسة البيت طبعا تحط مكسرات ما بتحط هي حرة يعني هي مسألة أذواق أذواق بس ايه. الأساس موجود البروتين والزبادي وبالنسبة للسمنة هي حرة بتحط سمنة نباتي بتحط سمنة حيواني بتحط سمنة بلدي هي حرة هي حسب ما كل إنسان شو بيتقبل هلأ هنعمل الفطاير بالجبنة دي احلى حاجه بقى والاولاد بيحبوها قوي قوي كمان عشان خفيفه وبيحبوا الجبنه في ناحيه مهمه استاذه شيرين بالنسبه للزعتر الزعتر عندنا نحن شيء اساسي للاولاد لما يروحوا على المدرسه لان الزعتر اساسا بنشط الذاكره للطفل نحن وصغار كان ما يعني مامتنا لما نروح على المدرسه تعطينا سندويتش زعتر ليه مشان يفتح مخي اذا كان عندي امتحان او اخذ بالي من الدرس يعني الزعتر شغله مهمه جدا الزعتر من الاكلات كمان اللي هي بتغذي والذاكره حلوه قوي في الفتره دي يعني كان ضروري كل يوم في المدرسه تعملوا ساندوتش بالزعتر لازم يعني سندوتش زعتر لازم هذا بقى اللي بنتكلم عليه الامهات تاخد بالها في الفتره دي للاولاد لانه في زيت زيتون زيت زيتون برضه منشط للدوره الدمويه وما فيهوش كوليسترول وحاجه جميله يعني. طبعا فدي طبعا بتدي طاقه وباور وتركيز في فتره الامتحانات هلا بالنسبه للفطاير الجبنه استاذه شيرين عندي انا هون جبنه عكاوي الجبنه العكاوي هاي انا خالطها مع بقدونس وبيضه وفي ناس بتحط فلفل في ناس ما بتحط وانا مو حاطط فحلو هي عباره عن جبنه وبقدونس وبيضه هي بتاعت الفرن اما لو كانت للقلي للبرك مثلا حاجه يعني تانية. تقصد الفرن لما نحطها في الفطاير لازم نحط لها بيضه ايه لازم علشان تعطيها طعم اطيب طعم ولون و... اه ايه. ولون هلا انا بدي افردها ماشي. هون تمام الثانيه تبع الفرن ان شاء الله هاي الجبنه مثل ما انا شايفين قطعتهم قطع صغيره عشان ست البيت هي تفنن بقى ست البيت تفنن هي والاولاد معاها هي معاها. بتعمل الاشكال اللي بدها اياها المهم عندي انا وكمان الطعمة. تشم ريحه الفطاير في البيت في الشتاء ده بيبقى طبعًا. جميل جدا طبعًا. يا شيف طارق الصراحه يعني بيدي جو جميل طبعا مثل ما احنا شايفين انا فردت عندكم في سوريا ايه الاخبار في الاجواء دي والمطره والله امبارح كلمت اهلي بسوريا الحمد لله المطر في مطر وبرد المطر بس بيقولوا بيقتل سم البرد يعني حلو والعفار والتراب المطر لما بينزل بيروق الجو طبعاً, طبعا سبحان الله طبعا بيتعدل الجو لا الجو اتعدل الحمد لله الحمد في الازمه اللي احنا فيها والمصانع اتقفلت والشركات والحاجات دي طبعا ما نتمناش ذلك بس الجو كان خلاص احنا كنا مش قادرين نتنفس في الفتره الاخيره في السنوات الاخيره دي يوم عصيب فسبحان الله مصر الانسان لما تدخل في, في, في كون ربنا والاشياء كل حاجه اتقلبت عليه بالاوبئه والفيروسات والحاجات دي سبحان الله الله هيك يحمينا يحمينا كلنا ويعدي الفتره دي على خير ويعافي المريض يا رب ان شاء الله فتره هتعدي وحاله استثنائيه دي الجبن بقى هلا هي جبنه فطاير بجبنه طب والجبنه الاخيره دي هي 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 بس هي مو مخلوطه بالبقدونس هي مخلوطه بس انا مشان اعرف المشاهد الفرق ايه المشاهدين عليها هي التكتيكات والحاجات الصغيره دي شفت رأيي بتفرق بالضبط هلا يعني البقدونس مع الجبنه بيعطي طعم كتير رائع يعني اي ست بيت تحط الجبنه هلا مو شرط ان تحط جبنه عكاوي اي جبنه عندها في البيت ممكن تستخدمها ممكن موزاريلا ممكن شيدر بس ضروري تحط بقدونس بس الفكره موجوده والمقادير الدقيق والعجين تبقى سهله بالنسبه لست البيت العجينه يعني بالسكين بتقطعها وتشتغل فيها بتعمل الشكل اللي يعجبك احط دي في تفضل عشان نفطر مع بعض نفطر بقى احلى حاجه كمان الفت عجباني وريحتها تجنن وفيها كل العناصر الغذائيه كمان في الفتره دي فبيبقى شيء جميل جدا مشاهدينا ان احنا نعمل حاجات خفيفه للاولاد ويبقوا معانا كده في الجو ده وحاجات مغذيه وحلوه قوي وكمان الفته السوريه فيها حمص الشام فحمص الشام قد ايه جميل جدا جدا في الفتره دي طبعا احنا بنعمل دلوقتي اكلات سوريه جميله بنعمل فطائر بالجبنه وكمان بنعمل فتة سورية ده الفطار السوري الجميل اللي الشعب الشقيق والجميل اللي معانا دايما ومع بعض في الأكلات وبنعرف بعض الخلطات الحلوة قوي والمقادير اللي بتفيدنا طبعا وتفيد أولادنا
في فترة الامتحانات وجائحة كورونا، طبعا لازم التغذية السليمة للأولاد، لأن هي انت عايش في الحياة رسالة، بتحاول ان انت تدي ما بوسعك من ثقافة الغذاء وثقافة الامتحانات وكمان ثقافة المطبخ، شيء جميل جدا جدا. انا شم ريحة جميلة، تفضل تفضل المشاهدين. بس احنا انا طلعت معي شكيف المحمرة بالجبدة الاشقوان وهي الزعتر، رائع ماشي خلاص. انا هعمل لكل الجمهور هلا يفطروا معنا. الله كلها مستوي من تحت كمان، مستوي حلو قوي قوي، لانه انا ريحتها تجنن. خلينا نورجي المشاهد. المشاهد طيب مثل ما انا شايفين لازم السوى يبقى ومن فوق مع كاسه شاي، هي احلى فطور. فعلا يا شيف ان شاء الله بالهنا والعافيه اللي اكل. طبعا حاجه جميله قوي قوي. طيب السوا ما بتقعدش كتير، انا شايفاها ما لا هي يعني عيني عليها على طول وانا رايحه وانا جايه. خمس دقائق ست دقائق بالفرن وبتطلع، بس طبعا انا عامل كميه قليله، اما لو كانت كميه كبيره بتاكل وقت اكتر. لا طبعا احنا بنعمل في الصينيه وعلى حسب الافراد الاسره. نورجي الجمهور اللي احنا عملنا ايه. واليوم رح نعمل فتوش اللي طيب. بتحبيه؟ اللي بحبه سلطه. لازم السلطه اساسيه عندي. فانتوا عندكم سلطات الفتوش والتبوله رائعه جمال جدا، وفيهم كل العناصر برضو الغذائيه خصوصا في الفتره دي كمان. طب نعمل فتوش. نعمل الفتوش. الفتوش حبايبي رح يكون السلطه يعني زي السلطه، هو انا قطعت خيار وقطعت طماطم مثل ما نكون شايفين. الفتوش لازم تكون القطع تبعه كبيره شوي، الكيوبس كبير يعني شوي. مو مثل السلطه، احيانا بنعمل سلطه قطعه كبيره قطعه ناعمه، بس الفتوش لازم يكون بهالشكل وكل قطعه قد الثانيه. طبعا لازم حتى كمان في حرفيه بالتقطيع يعني. ما بصير انا اقطع قطعه اكثر من قطعه. اي لازم يكون في حرفنه وفي ابداع في السلطه. الفتوش هو عباره يعني اسمه فتوش. فشو ما حطيتي فيه، احيانا بنحط فيه فجل، فلفل الوان، فلفل اخضر، خس، بدي بحط بدي ما بحط، احنا ما بيحطوا له خس. انا اليوم حبيت شكل وحطيت معه خس وطماطم وخيار. الفتوش بياخذ ملح، بياخذ نعناع، بياخذ بصل احيانا اذا حدا بيحب، انا ما حطيت بصل يعني هي اختياري. بياخذ زيتون، بياخذ عيش محمر مثل ما نشافين عيش شامي محمر. طيب بتعمل لنا احنا نسينا نحط عيش محمر على الفته. انا كنت انا ما اكلوها. انا برضو بقول هي ناقصه حاجه كده فوق. انا كنت بس كويس العيش ده طبعا ست البيت بتاخده تقطعه وتحمصه، حتى اذا كان باقي عيش تستخدمه. أيوة حتى لو ما ترميش اي لو حاجه، باقي عيش لو باقي عيش، حتى لو عيش مصري بيشتغل. حتى لو عيش شامي ما في مشكله. حلو قوي. طب نحط كمان عيش على السلطه على الفتوش؟ لا السلطه لسه مو جاهزه، لسه مجهزه. هتجهزها ان شاء الله. هاي السلطه مثل ما انا شايفين، انا حطيت اليوم طماطم وخيار وخس. هو اختياري الخس. نحن ما بنحط خس، بس اختياري فتوش انا بدي احط خس، ممكن ست البيت تحط خس ودايما ما في عندنا مشكله. يعني الحاجات دي حلوه قوي، حتى الاطفال يعني ياكلوهم قاعدين في البيت. الخس بتبقى منظرها وشكلها مغري اكثر للاكل يعني. مثل ما انا شايفين انا بجيب ملح، هاي ملح، شويه ملح. ده كتير قوي شفتوا. لا ما كتر، احنا بنحاول نقلل برضه السكريات والملح السموم البيضاء. بالمطعم بيتهموني اني بحط ملح كتير. لا لا بالعكس، انت يعني يعني عندك الملح ده بتحطه اخر حاجه، مش انا حطيت ملح. لازم هي نعناع، انا نسيت اجيب النعناع. بس نعناع اخضر؟ نعناع اخضر. حلو قوي قوي. وليمون. ليمون، عصرة ليمونة. أهم شيء بالفتوش دبس الرمان وخل التفاح. دول أهم حاجة. هدول أهم شيء. أنا حطيتهم خل تفاح، هلا بدي أحط شوية دبس رمان بضربها معاه. دبس الرمان بيعطيها مزازة طيب. ده هو ده الفتوش بالدبس الرمان. إيه هذا الفتوش صراحة. هلا أنا بحط مع الزيتون. بس الزيتون مخلي بقى ولا عادي؟ حر أنا. لا لا لازم مخلي يا شفتور، يعني أنا أكلها كده بس هو حلو. طيب والعيش بنحطه في الاخر، ودبس الرمان مع ليمون مثل ما انا شايف. نعناع. نعناع حلو قوي كمان. حلو قوي. طيب هلا بحط شويه زيتون قرنشه هيك عشان العالم تقبل تاكل. تزيين الطبق شيء مهم جدا جدا. دايما اقول عشان خاطر الاولاد والفتره دي طبعا بيبقوا حطيت العيش المحمر
شكل الطبق. مثل ما احنا شايفين وهي دبس الرمان. الله 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 ان شاء الله بالهنا والعافيه. هلا بنجيب احنا هيك بنعمل جارنيش حلو، حبتين طماطم حلوين، مقطعه ليمون، وبالهنا والعافيه ان شاء الله. ده بقى انا عايزه تسلم ايديك. بدك تدوقي؟ الله يسلمك. انا عايزه ادوق بس بعد الهوا بقى عشان ما نجوعش المشاهدين. طيب عن اذنك اشوف ال الجبنه بقى. انا كنت عايزه ده الزيتون حلو قوي كمان، وطبعا الزيتون ده اختيار يعني، ممكن انواع يعني زيتون مختلفه في السوبر ماركت طبعا. ودي المناقيش حلوه قوي وجميله، اللي هي فطائر بالجبنه الصبح الاولاد يفطروا بيها، عملنا بالزعتر وبالجبنه طبعا حلوه قوي، والفته السوريه رائعه وجميله. طبعا السلطه يا شيف طارق ده شيء اساسي يعني حتى. انا هلا طلعت الفطاير بس انا الفرن بصراحه ما ساعد كتير. مع الفرن ما ده يعني هاي الفطاير الجبنه. جميله طبعا أيوه. فيني انا اكبرها. ممكن نكبرها صح. بس حلوه يعني حتى الاطفال. بس انا الفرن يعني ما ساعد كتير، بس اما ك يعني صنعه لست البيت بالنسبه لها سهله، ممكن تقفلها ممكن اي شيء طبعا يعني. يا شيف طارق شيء جميل وحلو قوي. طيب احنا معانا يا شيف طارق دلوقتي ناخد خبيرة التغذية برضو معانا على التليفون ونعرف بقى نستفيد في الجو ده والاكلات الجميلة دي. اهلا بحضرتك دكتورة أمنية. اهلا بيكي، ازيك؟ اهلا بحضرتك خبيرة التغذية، شرفتينا دكتورة أمنية والله على الهاتف. طبعا احنا بنتكلم في دلوقتي اجواء امتحانات وبيبقى الجو صعب كمان دلوقتي برد، فاحنا ايه طرق التغذية السليمة اللي ممكن كل ام تتبعها في فترة الامتحانات؟ بصي، من اكتر الاكلات اللي بتساعد على زيادة التركيز السبانخ، المكسرات، الأفوكادو، الحاجات اللي هي فيها نسبة دهون صحية زي المكسرات والأفوكادو والبيض والحاجات دي كلها من الحاجات اللي بتساعد قوي على التركيز. السبانخ من الأكلات المهمة قوي وبتحسن التركيز والذاكرة عندنا، فهي من الأكلات المفيدة جدا إن الناس تاكلها وقت الامتحانات. نبعد تماما عن الحاجات بقى اللي هي فيها سكريات كتير، نشويات كتير، دقيق أبيض كتير، لأن دي حاجات بتخلينا أكتر نخس بالخمول. يعني نبعد عن النشويات يا دكتوره أمنية، دي برضو من الاكلات اللي نبعد عنها. بالظبط. النشويات بالذات دي الابيض والسكر. لان هي زي ما قلت بتخلينا عندنا احساس بالخمول والكسل عكس الاكلات التانية. والكافيين يا دكتوره أمنية برضو شيء صعب جدا، سن المراهقه دلوقتي الاولاد تلاقيهم على طول انا اطبق واشرب كافيين، وفي الاخر بيبقى ما عرفش يحصل المنهج بتاعه وما عندوش تركيز. بصي، طبعا هو للاسف الكافيين الزياده بيبقى مضر، فالمفروض ان احنا برضو حتى لو بنشرب حاجه فيها كافيين ما تبقاش حاجه زياده عن الحد عشان ما تضرنيش وتخليني ساعات كتيره قوي. الكافيين بيبقى ليه تاثير ان هو فعلا بيخليني صاحيه، بس انا مش خلاص انا تعبت، فمش انا مش قادره اركز. فلازم ان احنا ندي برضو نفسنا وقت للنوم زي ما احنا بندي وقت المذاكره، لازم يبقى في وقت للنوم نستفيد بيه ويكون وقت كويس طبعاً. عشان يديني طاقه ان انا اقدر اكمل تاني. برضو من الحاجات المفيده قوي الاسماك، الاسماك بالزيت الخلوي حلوه قوي في الشتاء ده. طبعا طبعا اهم حاجه الام تاخد بالها كويس جدا يا دكتوره أمنية من التغذيه السليمه خلال الفتره دي. بشكرك جدا دكتوره أمنية فوزي خبيره التغذيه. طبعا يا شيف طارق بشكرك جدا على الحاجات الجميله دي والتقديمه الحلوه دي طبعا، والحاجات الحلوه قوي قوي دي. كان معانا الفته السوريه ومعانا فتوش وكمان فطائر الصبح جميله جدا للاولاد. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه، يا رب تكون الحلقه عجبتكم. وبنشكر طبعا الشيف طارق مرعي الشيف السوري اللي دايما بينورنا بصباح الصحه والجمال، واشوفكم على خير. الى اللقاء في حلقه قادمه ما إن شاء الله. صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما
صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة مع راحة البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة مع راحة البال. يا صباح الصحة والخير والجمال.